ونكمل مع نجوم التمثيل ومع بثينة الرئيسي اللي بحلقتنا أمس تابعت تعليقاتها على الطيحة اللي حصلت لها في أحد الإيفنتس بدبي، واللي لليوم جمهورها يتناقلها، واللي اليوم أيضا جمهور بثينة ما زال يعلق على أدائها في الجزء الثاني في مسلسل محمد علي رود واللي انعرض خلال رمضان، وهذا اللي تكلمنا عنه في الجزء الثاني من لقائنا معها اللي راح تتابعونه في تراكينج ستوري نمبر 2. الحمد لله ردود الأفعال كانت حلوة، كقصة كانت مميزة ومختلفة، بدعوا فيها الصراحة الثلاثي العجيب، منتج عبد الله بشهري، المؤلف محمد أنور، والمخرج جاسم المهنة. جرعة الرعب اللي دخلت في المسلسل اللي هي اللي سوت التويست، فردود الأفعال جت على مشاهد الرعب ومشاهد الطلاق والألم والفراق. يعني كنت على موضوع الرعب، الناس قاعد تحلق على تويتر إنه صرنا نخاف من ظلمة إذا مشينا بالبيت. موني بدبي مو الوايد متابعين ان احنا للاسف ساعات نعرض المسلسل الفير وما نقدر نشوفها من الخرعه، فوايد استانست انه فعلا الناس تفاعلت مع بارت الرعب هذا. يعني انت كيف عشت الكواليس ما انك كنت عم تمثلي هذا الشيء؟ ما اقدر اوصف لك الي للامانه الكواليس، خليك من الكواليس، وانا اقرا النص ما كنت اقدر اكمل قراءه في الليل نهائيا لأنه مخيف أتخيل الموضوع، بس وقت التنفيذ كان قمة في المتعة لأن وجود الكاست حوالينك والإضاءات ما تحس برعب، فتعايشت مع الكاركتر. بس كيف كنت تفوتي بالجارو وتقولي أنه هلأ أنا لازم أرعب الناس أو أرعب حالي على القليلة الناس تصدقني؟ هو بس تعديت المشهد الأول لا شعورياً، الباقي طلعوا ناتشرلي. وبهالعمل بثينة حققت نجاح كبير بالثنائيات اللي قدمتها، فهي شكلت ثنائية مع حسين المهدي وثنائية أخرى مع خالد أمين. أنا لاحظت أن الجمهور كثير يتعلق بالثنائيات، بالذات الثنائيات اللي تتكرر في أعمال كثيرة مع بعض. فوايد زعلوا لما نجلة افترقت من حسين وتزوجت مشاري اللي هو الفنان خالد أمين، وجهة تحية. انهاروا انهاروا انهاروا. فيمكن يشوفوني مع شخصيات ثانية مو بس الشخصيات اللي أنا اشتغلت معاها كثنائيات، فلازم خلاص يتعودون على هذا التجديد والتغيير. بس هو ما لخص انه الجزء الاول من محمد علي رود كان في حديث عليه اكثر من الجزء الثاني؟ لا، نفس الليفل. نفس الليفل، نفس الليفل. انا شفت التفاعل يمكن في محمد علي رود 2 كان ماخذ سياق مختلف لان القصه مختلفه تماما. هني كانوا الناس الرومانسيين كانوا يتفاعلون معنا، هني الناس لا اللي بيحبوا الرعب اللي بيحبوا الرعب تفاعلوا معنا. فهو كل عمل في النهايه يختلف عن الثاني وجمهوره يكون مختلف. وبثينة اكيد بدات بالتحضير للعمل القادم اللي راح تقدمه. صلي تروح جزء ثالث ولا لا نعمل عمل جديد؟ لا نعمل عمل جديد طبعا. خلاص اجزاء خلاص كافي. شو العمل الجديد؟ شو حيكون؟ هلا بعرف انه عندك اكثر من نص بين ايديك وعم تقري. قريت تقريبا 3 نصوص الى الان وكلها ان على اساس تكون خارج سيزن رمضان. ما اقدر اكشف لك عن اي شيء لانه ما تم الاتفاق عن اي شيء، بس في اشياء حلوه انطرحت وان شاء الله اذا الله كتب نصيب راح تشوفوني فيها. راح تبقي بفئه الرعب، راح تروحي اكثر كوميديا، راح تروحي ترجع الى الدراما؟ كل الاحتمالات واردة، واحتمال ما قلته أيضا وارد إني أخذ بريك هالسنة. أو في احتمال جدا كبير. صار لك كثير سنين ما بتغيبي عن المسلسلات. بس السنة وايد أحس إني أبي أركز بأشياء ثانية، فممكن أخذ بريك وأكون مشاهدة حالي حال المشاهدين. بتحس إنه قادرة تأخذ هذا البريك ولا الحب للتمثيل هيك بيجي بيغير لك رأيك بيقول لك لا خليني أكون موجود؟ إذا في نص قوي ودور قوي وكاست متكامل أكيد راح يأثر فيني وراح أرجع أغير رأيي. وقرار البريك اللي حابة تأخذه بثينة حاولنا نعرف إذا له علاقة بالتصريح اللي قالت لنا بحلقة أمس والمتعلق باهتمامها بالإنتاج. بقى نشوف عمل شيرين وبلقيس وبثينة مثلا. واو يا ليت، حبيت الفكرة. هلو ما شوف شي منتج هلا. حبيت الفكرة، يمكن أنا أنتجها. لا لا لا, لا. أتغشمر معاك. بس إنتاج شيء وايد صعب، مسؤولية جدا كبيرة ولازم ترضي أطراف كثيرة، وأنا بالي مطويل هالكثر الصراحة. وايد صعب، بس عندي بروجكتس شغالة عليهم، بروجكتس جداد يبيلهم فوكس وتركيز يعني لأنهم كبار وايد صراحة. برانز باسمك مثلا ولا شو؟ شو بدك انت؟ ما بعرف كل شيء، معقوله اجي اشوفك وما اعرف؟ ما بيصير كل شيء. خبر واحد هو اكثر من شغله فعلا. بس الشيء الاكيد انه راح يكون في براند بعيد عن الميك اب، بعد كلي عشان لا تسالني،
بعيد عن ايضا السكين كير راح يكون from the scratch تحت اشرافي انا ان شاء الله. خلص 50% منه وباقي 50% وايد ثقيل يبي له تركيز اكثر حق 2022. قصدك 23 23 نتمنى كل التوفيق لبثينة، وهي خبرتنا ايضا ان في احتمال تقدم جزء ثاني من المسلسل الكوميدي وانا احبك بعد اللي نعرض رمضان 2021 على قنوات دبي.